قمة المناخ في شرم الشيخ تقر إنشاء صندوق لتعويض الدول المتضررة من تغيرات المناخ. الأمم المتحدة تشيد بنتائج قمة المناخ وتؤكد أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خطوة مهمة نحو العدالة. وإمدادات النفط الروسي للصين ترتفع بنسبة 16% في شهر أكتوبر الماضي. نشرة اقتصادية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ COP27 المنعقد في شرم الشيخ على اتفاق شامل للمناخ، كما اتفقت الدول على إنشاء صندوق لمساعدة الدول المتضررة من الكوارث المناخية. هذا وأقر مؤتمر COP27 إعلانا ختاميا يحث على خفض سريع لانبعاثات غازات الدفيئة، ويعيد تأكيد على هدف حصر الاحترار ب1.5 درجة مئوية. قال وزير الخارجية سماح شكري رئيس قمة المناخ COP27 إن ما حققته قمة شرم الشيخ هو تأكيد حي على أنه مؤتمر وتنفيذ، ومشيرا إلى أنه تم من خلال COP27 الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وذلك من مواجهة تداعيات تغير المناخ، مؤكدا أن هذا يعد إنجازا تاريخيا. ما حققه هذا المؤتمر هو التأكيد الحي بما أطلق من أن مؤتمر شرم الشيخ هو مؤتمر التنفيذ، لم يكتفي بالقرارات التقليدية، وإنما سعى منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية الانتقال من الرئاسة البريطانية للرئاسة المصرية بتكريس أهمية التنفيذ، وتجسد ذلك في النجاح بعد مشاورات مطولة ودقيقة بأن يضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار، وأن يتعدى ذلك بأن يتم اعتماد مقرر ينشئ لأول مرة صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض عديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ. قال وزير الخارجية سماح شكري رئيس قمة المناخ COP27 إن المؤتمر تناول العديد من الموضوعات ذات الارتباط الوثيق بقضايا تغير المناخ. وخلال مؤتمر صحفي في ختام القمة أكد شكري أنه تم التفاعل مع كل المستويات الرسمية ومع المجتمع المدني وقطاع الأعمال، ما يفتح مجالات عديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين. المؤتمر على مدى الأسبوعين شهد مشاركة
112 رئيس حكومة ودولة، فعاليات خلال الشق الرفيع المستوى لدوائر مستديرة تناولت عديد من موضوعات ذات الارتباط الوثيق بقضايا تغير المناخ. تم خلال المؤتمر طرح الأيام الموضوعية بمشاركة عدد كبير من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، كما تم التفاعل مع كافة المستويات الرسمية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال في أحداث متتالية تفتح مجالات عديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين في إطار دعم مجهود مصر في مجالات التخفيف والتكيف من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ. كما أكد شكري على مواصلة تنسيق المواقف مع رئاسة المعنية بقمة المناخ المقبلة، ومشيرا إلى أن معظم الدول المتضررة من تغيرات المناخ هي الدول النامية. سوف نستمر خلال رئاسة مصر للقمة هذا العام حتى يتم التسليم إلى دولة الإمارات الشقيقة أن ننسق، وقد بدأنا بالفعل التنسيق مع الرئاسة المعينة للقمة، وسوف نواصل العمل من خلال الفعاليات المختلفة من أجل استمرار الدفع قدما لقضية التعامل مع تحديات قضية المناخ. التقدير بأنه هذا العمل والدول المتعرضة للأخطار في معظمها هي دول نامية حتى تستطيع أن تقوم بمسؤولياتها، وهي مسؤوليات تتم في إطار المبدأ الخاص بمسؤولية مشتركة متباينة الالتزامات. لابد أن يتوفر لها الموارد والتكنولوجيا والتمويل الذي يؤهلها بأن تطلع هذه المسؤولية وبدورها، فلديها كل رغبة وكل إدراك لمدى خطورة هذه الظاهرة. كما أكد شكري أن هناك إرادة جماعية من أجل بلوغ المستهدف باتفاقية باريس المتعلقة بالاحترار، ومشيرا إلى أنه تم اعتماد برنامج عمل التفعيل المرتبط بالتخفيف خلال قمة شرم الشيخ من أجل الإبقاء على مستهدف الدرجة ونصف درجة. أصحاب السعادة، أيها الأصدقاء، إننا نغادر شرم الشيخ بأمل متجدد في مستقبل هذا الكوكب، وبإرادة جماعية أقوى وعزم أكبر من أجل بلوغ المستهدف اتفاقية باريس الخاص بالاحترار. وقد اعتمدنا البرنامج عمل التفعيل المرتبط بالتخفيف هنا في شرم الشيخ من أجل المساهمة في الإبقاء على مستهدف الدرجة ونصف الدرجة، ونحن نعلم ما ينبغي القيام به من أجل صون هذا الهدف وأن لا نتخطى الدرجة ونصف الدرجة من الاحترار. كما أعلن شكري عن إرساء صندوق مخصص للخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، ومشدداً على ضرورة الوصول إلى مستهدف الإبقاء على الاحترار العالمي في حدود درجة ونصف. ها هو المستقبل أمامنا، ونريد أن نصل فيه إلى مستهدف الإبقاء على الاحترار العالمي في حدود الدرجة ونصف الدرجة. هذا المستقبل الذي قد يلوح قاتماً في الأفق، نريد أن نغير ملامحه، وقد استمعنا إلى أصواتكم من غانا إلى العالم، وها نحن وفينا بالعهد، وقد عملنا على الإعلان عن إرساء صندوق مخصص للخسائر والأضرار الذي عملنا عليه بكل شدة ونفخر لذلك. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن خروج مؤتمر المناخ كوب 27 بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خطوة مهمة نحو العدالة. هذا وأضاف غوتيريش أن العالم بحاجة إلى تحقيق قفزة عملاقة في الطموح المناخي، وبوضع حد للاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال الاستثمار بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة،
شد غوتيريش أيضا على الحاجة إلى الوفاء بالوعد الذي طال انتظاره بتقديم 100 مليار دولار سنويا من أجل تمويل تحديات المناخ في البلدان النامية. هذا ووجه الاتحاد الأوروبي الشكر لمصر على جهودها في تنظيم مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والمنعقد في مدينة السلام شرم الشيخ. توجه نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس بالشكر لمصر لمحاولاتها الحثيثة للتوفيق ما بين المواقف المختلفة، ودعا إلى ضرورة اغتنام فرصة 12 شهرا القادمة من أجل بذل المزيد لصالح قضية المناخ، ومشيرا لأنه لمعالجة تغير المناخ فتحتاج البشرية لجميع التدفقات المالية ولدعم التحول منخفض الكربون. أشارت صحيفة غاردن البريطانية إلى احتفال الدول النامية مع اختتام محادثات المناخ الحاسمة باتفاق تاريخي بشأن أهم أهدافها المناخية، وهو إنشاء صندوق عالمي للخسائر والأضرار يقدم مساعدات مالية للدول الفقيرة المنكوبة بكارثة مناخية. أضافت الصحيفة أنه تم الترحيب بالصفقة باعتبارها نقطة تحول تعترف بأوجه عدم المساواة الهائلة في أزمة المناخ. هذا ونقلت الغاردن عن وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ للأمم المتحدة COP27 سامح شكري قوله إنهم عملوا على مدار الساعة ليلا ونهارا، ومضيفا أنهم متحدون في العمل من أجل مكسب واحد وهدف واحد مشترك. هنأت جنوب أفريقيا مصر على نجاحها في رئاسة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي اختتم فعالياته منذ قليل بعد التوصل إلى إقرار صندوق المناخ الأخضر. هذا ونقلت شبكة SEBC نيوز الجنوب أفريقية عن وزير البيئة والغابات والمصايد السمكية في جنوب أفريقيا قولها إن مسودة النص كانت تعترف بالحاجة الملحة من أجل إيجاد حل للبلدان النامية والتي تعاني من الخسائر والأضرار. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على أهمية متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع استكمال وتطوير ميناء العين السخنة في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توسعة الميناء بصورة أكبر ليصبح ميناء عالميا،
وذلك من أجل استيعاب حركة التجارة الدولية. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع استكمال وتطوير ميناء عين السخنة، تمت الإشارة إلى أن الأعمال التي يشهدها الميناء تعزز من دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تأتي على رأس أولويات العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأن احتمال سقوط منطقة اليورو في موجة ركود عميق هذا الشتاء تراجع وفقا لاقتصاديين قلصوا توقعاتهم في هذا الملف، وذلك بعد إقرار دعم مالي أكبر من جانب الحكومات وانخفاض أسعار الغاز ووجود خريف معتدل، مما ساعد على تحسين توقعاتهم للكتلة. قالت صحيفة بريطانية إن معظم المتنبئين يتوقعون مع ذلك أن يتقلص إنتاج منطقة اليورو في الأرباع المالية القادمة، لكن الانكماش سيكون أكثر اعتدالا مما كان يخشى في الوقت السابق. تواجه دول القارة الأوروبية مشكلة في إمدادات الغاز خلال العام المقبل. هذا وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوروبا كانت أكبر مستهلك لمصادر الطاقة الروسية قبل اندلاع أزمة أوكرانيا في شهر فبراير الماضي، ولكن وبعد 9 أشهر تغير الأمر بشكل جوهري. على الرغم من الإجراءات القوية التي اتخذتها أوروبا لمواجهة أزمة الطاقة، إلا أن دول القارة العجوز قد تواجه مشكلة في إمدادات الغاز خلال العام القادم. تحذير أطلقته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رغم أنها أكدت وجود إمدادات آمنة كافية لفصل شتاء العام الحالي مع وصول نسب التخزين عند مستوى 95%. وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أوروبا كانت أكبر مستهلك لمصادر الطاقة الروسية قبل اندلاع أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي، ولكن وبعد 9 أشهر تغير الأمر بشكل جوهري. من جانبها توقعت وكالة موديز استمرار أزمة الطاقة حتى عام 2023، وبالتالي بقاء الأسعار مرتفعة، مشيرة إلى أن أوروبا ستشهد التباطؤ الاقتصادي الأكبر في العالم نتيجة لكونها في قلب أزمة الطاقة. هذا التباطؤ اعتبره البنك المركزي الأوروبي الثمن الذي تدفعه القارة نتيجة اعتماديتها الزائدة على الدول الأخرى. وأشارت رئيسة البنك كريستيان لاغارد إلى أن البنك الأوروبي سيستمر في رفعه لأسعار الفائدة، وقد يضطر إلى تقييد النشاط الاقتصادي من أجل ترويض التضخم المرتفع. يذكر أن المركزي الأوروبي قام برفع أسعار الفائدة منذ يوليو بحوالي 200 نقطة أساس لمكافحة التضخم، ومن المقدر أن يستمر في تجديد سياسته النقدية وقيامه برفع أكثر للسعر الفائدة. أشارت صحيفة ذا سان البريطانية إلى دراسة حديثة وصفتها بالمثيرة للقلق، وأفادت بأن 200,000 بريطاني يواجهون خسارة منازلهم في ظل الركود الذي يلوح في الأفق. نقلت الصحيفة البريطانية عن مؤسسة ريزولوشن فاونديشن تحذيراتها من أن 1 من كل 5 من مالكي المنازل وتقل أعمارهم عن 34 عاما سوف يتعرضون للخطر. هذا وأوضحت الصحيفة أن الضربة المزدوجة المتمثلة في ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتراجع أسعار المنازل ستترك العديد من البريطانيين في حالة أسهم سلبية. ارتفعت واردات النفط الصينية من روسيا بنسبة 16% على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي، لتحل في المركز الثاني مباشرة بعد السعودية أكبر مورد لبكين، إذ تسعى الشركات الحكومية لتعبئة المستودعات قبل فرض حظر أوروبي على النفط الروسي بسبب الأزمة في الأراضي الأوكرانية. هذا وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية بأن الإمدادات من روسيا بما في ذلك الذي تم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا في المحيط الهادئ والشحنات المنقولة بحرا من موانئ أوروبا والشرق الأقصى في روسيا قد بلغت 7,720,000 طن يوميا.
في الختام مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أب ستور أو من خلال جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنت معكم أنا دانا متحت، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى الملتقى بإذن الله.